اهلا، صباح الفل يا حبيبتي. ولا اكني بنتك خالص يا كريمه. زينب جت وقفت مخك على الاخر. اهدي وتعالي افطري يا حبيبتي. لا مش هفطر، انا ما نمتش طول الليل، عايزه افهم فين زينب. يا زينب يا ست زينب يا زينب. ايوه ايه مالك؟ في ايه مالك؟ عايزه افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. الست شهد شد حيلها على الاخر ولا هممها اي حد، وامك ماشيه وراها تقول امين، وانتي بقى عامله صاحبه المبادئ اللي لما الناس كلها حواليكي، وانا بقيت عامله زي الكلاب اللي مالهاش صاحب. عايزه افهم يا زينب. قصدك ايه يا ريتال؟ بعناك يا بنتي زي ما بعتي ناديه قبل كده. اتلمي وحطي لساني جوه بقك. تصدقي فعلا انا غلطانه يا كريمه؟ انا ازاي اسيب لك ابني؟ عايزه تربيه عشان تطلعي في الاخر انت البطله اللي شالت الحمل وتربي ابن حسن وابن مروان. مش كده، مش هيحصل يا كريمه. ابني لازم يبقى معايا. ربنا يهديك يا بنتي. رايحه فين دي؟ رايحه اخد ابني يا حسن. هي لعبه، مره خده مره هاته. طب ايه رايك؟ مش هتاخديه يا حسن. اهدى يا ابني، يا جماعه ريتال جايه من بره متعصبه. يا حسن اهدى بكلمك. الله، هاته يعني هاته. قلت لك مش هتاخديه يا حيوان. استني بس ابني يا بابا. يا ريتال استني بس. مش هطلع، مش هتاخدي الواد. ابعد عني يا حسن. ابعد عني يا ابعد عني. حسن اهدى عشان خاطري مع امه يا حبيبي. امي يا عبد الله. يلا ماما جت يا حبيبي. اهدى اهدى يا حبيبي. عبد الله اوعى يا حسن. هو في ايه؟ هاتي يا ريتال. عبد الله اوعى يا بابا. اوعى حبيبي. الواد ملوش حس. ماله الواد؟ بس في ايه؟ عبد الله يا عبد الله. عبد الله ماما في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا حسن الواد متلك. ايه يا حسن؟ ابني في ايه؟ الواد متلك. ابني ايه؟ الواد متلك. يا نهار اسود. قتلها واقتل ولد مروان. حسن قلب عندك يا كبير، ما يصحش تقعد هنا وتسيب ريتال لحالها. اكيد هتموت من القهره. واذا كنت انت حزين جراط، هي حزنها 24. اسالني انا. انا جربت قبلها ودعيت من ربنا انها تدوك اللي انا دقته، وقلبها يتكسر كيف ما كسرت قلبي وجهرتني. عايزة ايه دلوقتي يا مفيدة؟ وايه اللي جابك؟ عايزة اقول لك ان اللي حصل ده ذنب عبد الحكيم ولدي ولدك. عارفة اللي هتقوله، هتقول انك مش ناسي
وانك قلبت الدنيا عليه وانه لسه في بالك. انا تعبان قوي، مش مصدق ان عبد الله راح خلاص. ليه؟ عملت انا ايه عشان يحصل لي كل ده؟ عملت ايه؟ لا، عملت كتير يا حسن، مش انت وبس، كل اللي في البيت الكبير عملوا كتير، وانا قدامك. بص لزين وانت تعرف عملت ايه. انا اللي كنت بتمنى لك الرضا ترضى، انا اللي رضيت اكون مقدس ليك ولكل واحد في البيت، بس اعيش وربي ولدي والقى اربع حيطان يلموني. طلقتني وانا ماليش بيت ولا سند، سبتني وانا ما عارفش ولدي فين ولا مع مين. بعد ده كله بتسال نفسك عملت ايه؟ هو ده اللي انت جاي تقولي يا مفيده؟ جاي تشوفي حسن وهو مكسور؟ جاي تشمتي في موت ولده؟ وده اللي انت شايلاه في قلبك من ناحيتي؟ انا كمان خدتك في حضني ودخلتك البيت الكبير، الست اللي ما صنتيش، ودوست بمداسك على اليد اللي اتمدت لك. كنت عايزه تقتليني واقتل اي حد عشان خاطر ولدي، زي ما ريتال حلفت 100 يمين انها تقتل نوح وامه وام اختها عشان قلبها يبرد ويرتاح. وعشان تبقى عارف، ريتال عمرها ما هترتاح ولا تهدى عشان زلتني وكسرتني، وهي عارفة ان انا كان ممكن اعمل اي حاجة عشان خاطر ولدي.